المشاركون في ندوة عبر الانترنت من تنظيم المجلس الأعلى للمقاومة الإيرانية ناقشوا موضوع زج ولاية الفقيه بالجيش النظامي بسوريا في إطار التدخل العسكري الذي مر بعدة مراحل من إرسال قناصة ومستشارين عسكريين إلى قيادات وحرس ثوري وجيش نظامي، مراحل باءت كلها بالفشل بحسب المشاركين. الآن حول ما تفضل في الإخبارية السورية، نعم هناك خسائر كبيرة لإيران، وهذه الخسائر تأتي بالدرجة الأولى أن المعارضة السورية تحظى بدعم سياسي ترقى من دول الجوار والدول الأشقاء على رأسها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها دولة تركيا المجاورة. التحالف الإسلامي الذي قام به الأمير وليد ولي العهد أمير محمد بن سلمان لا أعتقد أنه إلا كان شوكة وفي حلق إيران. رغم أن النظام في طهران أخفى سابقا تواجده العسكري في سوريا إلا أنه اليوم يجهر بذلك، وهذا شيء لم يستبعده سابقا العديد من المتابعين. نظام الملا، هذا النظام لم نعد نستبعد منه أي شيء بعد كم الجرائم والإعدامات التي ارتكبها بحق شعبه والشعوب المجاورة، وها هو اليوم يجهر بذلك. ومن أجل كل هذا وكل التجاوزات والجرائم وقفنا اليوم مع المقاومة. اليوم هو شيء طبيعي لأنه وقوف مع الحرية. وفي حين أن عدة دول على رأسهم المملكة العربية السعودية تدعو للحل السياسي في سوريا، ما زال إيران متمسكا بالحل العسكري رغم كل الخسائر. ونتيجة للخسائر المادية والبشرية للنظام الإيراني في سوريا، يبدو بحسب المحللين أن استمرار النظام بضخ المزيد من الأموال والمقاتلين لسوريا بات عسيرا. لقناة الإخبارية، هدى فتون، باريس.